طيب نيجي دلوقتي في الحلقة عشان كده سخنتي قوي. المهلبية اللي اتكلمنا عليها. المهلبية أنا هجيب كمية من الجزر مثلا لو 3-4 جزرات وهرسهم في الخلاط مع إيه؟ مسلوقين، جزر مسلوق. هحط معاه مثلا كوباية عصير برتقال. كوباية لبن أو كوبايتين لبن حسب طبعا الكمية اللي أنت عايزاها. وحلي بالسكر. لو مثلا دول 4-5 كوبايات من الخمس، لو عملنا كوبايتين مثلا من اللبن مع كوبايه من عصير البرتقال مع كوبايتين من الجزر المهروس او الجزر اللي انا بعد ما ضربته كده لقيته حوالي كوبايتين، نقعد حوالي كوبايه سكر او حسب ما انت عايزه التحليه. ها ماشي، حسب ما انت عايزه التحليه شكلها ايه. واضرب ده كله مع بعضه. يبقى انا حطيت هنا ايه؟ جزر مسلوق، جزر مسلوق، لبن، برتقال، سكر. جزر مسلوق، لبن، عصير برتقال، سكر. عصير برتقال عصره بالعصره الكهرباء دي او العصره يدويه زي ما انت عايزه، او عصير حتى برتقال جاهز بس الاحسن طبعا يكون فريش. يبقى تاني، جزر مسلوق، عصير برتقال، لبن، سكر. خلاص كده اروح احطهم على النار يغلوا، وبعد كده ادوب بقى النشا في حاجه وادخلها عليها، وبعدين على طول على النار، وبعد كده اعقدها بالنشا. خلاص كده طبعا النشا كميه تبقى قد ايه؟ لو انا حاسه ان دول اربع كوبايات من السوائل بحط لها 4 معالق من النشا، 4 معالق كبار من النشا، فانا حاسبها لغايه ما تغلي. خلاص كده اهو اجهز حتى النشا، انا عندي 4 معالق من النشا احطهم هنا. انا عشان عامله بلبن فهدوبهم في لبن، فممكن ان انت تعمليهم في ايه؟ هما كده 4 معالق. واحط هنا اللبن عليها شويه لبن وادوبهم فيها. ماشي اهو، بس مش هحطها غير لما يغلي الاول الايه الخلطه دي.